76 فرس سيلا بابا من خلال هذا الروبورتاج مع المهدي إسواغن. قدمه اليمنى أحرزت أغلى هدف في تاريخ كرة القدم الوطنية، أحمد المقروح أو بابا كما يعرف في الأوساط الرياضية. من الجديدة إلى أديس أبيبا حكاية هدف يساوي كأسا إفريقيا. الهدف اللي سجلت في 76 كيبقى ذكرى كبيرة عندي وعند المغاربة أجمعين، وهذاك الهدف زعما ما عمري تنسى في الذهن ديالي. بابا كان ضمن جيل قاده ابن فضالة أحمد فارس، الهدف التاريخي للمنتخب الوطني وحامل شارة القيادة لعشر سنوات. يحكي هنا عن محطة يعتبرها الأبرز في مسيرة كروية حافلة لحامل الكرة الذهبية. كنت انا ذاك اثيوبيا كتعيش في واحد حرب اريتريا، لان كنا كنمشيو للتدريب بالطنوقه وكنرجعوا، ولكن فين كان تقويه المنتخب هي في ديك التلاحم، ديك الغيره الوطنيه، ديك التشبث بالعالم الوطني. لا يمكن ذكر اسم فرس دون لازمته، هو سيلا ابن شباب المحمديه. الاثنان شكل ثنائيا استثنائيا في الشباب وبقميص المنتخب، كان حاضرا في تتويج 76، فكيف يتذكر سيلا اللحظة؟ فترات الانسان ما ينساهاش، لان ما يمكنش كتبقى تحتت عليهم، وهذه الانسان بالمجهود ديالو هذه راه وصلنا للهدف اللي بغينا، راه وصلنا ليه. اللقب لا زال يراوح مكانه، وقد طاله الغبار من جراء ركونه وحيدا في الخزانة الوطنية لأكثر من 37 عاما. بابا أحد صناع التتويج يرى الأمور بعين التفاؤل. مني خد سعود من المحليين في الفريق الوطني، وغنتمنى إن شاء الله هذا الفريق يحقق شي نتيجة إيجابية. من الجديدة إلى المحمدية تتغير النظرة، تخوف باد على وجه سيلا، وأحمد فارس يستشرف المستقبل. أفريقيا تعلموا الكرة بزاف، لأنه عندهم محترفين اللي تكونوا في أوروبا. مثلا الفريق اللي غيلعب مع المغرب الأول، أنا كان المعلومات اللي عندي أن أكثر اللعابة كيلعبوا في برتقيز، وخصهم يحتاطوا منه بزاف، لأن ما يستهنوش، وتنطلب منهم أنا إلى عندهم مجهود يعطوا 10 المجهودات بيوصلوا على الأقل يدوزوا للدور الثاني. خصنا نعرفوا ريالتنا فين باغي نوصلوا بها، هل نحن في احترافية أو ماذا؟ وهذا ما كنشككش انا في المسؤولين على هذا القطاع الرياضي، بان عندهم نيات حسنه باش نجزوا به، ولكن خاص شويه تكون الصرامه باش نزيدوا برياتنا للامام، لان عندنا المكونات والمقومات الماديه والبشريه متواجده في بلادنا. اللي خصنا هو التنظيم الاحترافي عقلاني باش نزيدوا برياتنا للامام. أجيال مرت إذن دون أن تضيف اسمها إلى السجل الذهبي الموقع باسم جيل 76، فإلى متى يا ترى سيطول الانتظار؟